زمن برضو السبعينات والثمانينات كابتن، ايام لقاءات القمه الاشاعات كانت بتبقى موجوده برضو بس بشيء مختلف. دلوقتي منتشر على السوشيال ميديا، يعني ممكن يقول لك اصابه الكابتن محمود الخطيب قبل مباراه الاهلي والزمالك، يعني كان بيحصل برضو الكلام ده على الصحف الورقيه بقى، كان ساعتها جرايد بس. ما هو مين يا كابتن اللي بيعمل كده؟ مين؟ ما هو اذا قلت لك الاعلام منقسم ما بين اهلي وزمالك، النهارده اعلام زملكاوي لازم هيكتب اي حاجه على النادي الاهلي، يثير القلق ويثير مش عارف ايه ويخلي الناس يبقى فيه شك وكلام من ده، يعني فاهم قصدي؟ فاذا كان هناك مصداقيه الناس حتى في ارتياح، هتبقى ارتياح اعلامي، ارتياح الاعلامي النهارده بيدي ارتياح للجماهير، ما بديش النهارده قلق ودي اشاعه ومش عارف ايه طب ما النهارده لو قال لك الشناوي طلع النادي الاهلي كذب هذه الاشاعه، من صاحب هذه الاشاعه؟ احنا بنعرف، ما تعرفش، احنا بنتوه يعني. طيب فالنهارده اصبحت النهارده مفيش كنترول على الحاجات دي، النهارده لازم يبقى في ضمير اعلامي، لازم مظبوط، لازم النهارده ما يصيرش النهارده قلق الناس ويصير النهارده حاجه حتى يعني الشناوي مثلا في معسكر دلوقتي لو انت قلت عليه كده النهارده اهله واولاده وبيته والكلام ده كله مش هيبقى قلق، اكيد هيبقى قلق، قرايبه مش هيبقى قلقين. فالامور كلها لازم يبقى فيها مصداقيه، ده اللي انا يمكن لا انا متفق معاك تماما يا كابتن.